هذا البرنامج برعاية شقق كنجان لايف في أربيل. مساء الخير عليكم بصفحة جديدة من كان يا مكان، نجم جديد وحكاية جديدة. ضيفتي اليوم هي النجمة الجريئة وسمراء الشاشة العراقية ميلاد سري. مساء الخير. مساء النور ساري. هلا وعين. شلونك؟ الحمد لله. فرحان اني اشوفك. دول قلبك. الحمد لله على السلامة مبدئيا. الله يسلمك. رجعتي لنا اخيرا. اكيد ارجع لك، وين اروح؟ قاعدة على قلب هواي ناس. على قلبكم. احلى قعده هاي. ست ميلاد، اول شيء اشكر حضورك وياي مبدئيا، والناس وايد راح يفرحون بهاي الطله ان شاء الله. بكل حلقه نختار شخصيه خياليه لكل ضيف شفناها تشبهها بشكل من الاشكال، فخلينا نشوف من خلال هذا التقرير من الشخصيه اللي اخترنا لك اياها. كان يا مكان سمراء جميلة وجريئة أخذتها رياح الفن الاستعراضي الأراضي النجومية والتمثيل، وصارت واحدة من أقوى ممثلات الأدوار الصعبة. أراها المتوحشة والصادمة وضعتها بدائرة الجدل، شو كنت راح تعيشين بسلام وهدوء؟ ميلاد سري اختارنا لك بوكاهانتس. اخترنا لك بوكاهانتس. تحكي الحكاية عن فتاة من الهنود الحمر أو السكان الأصليين تحب جون سميث اللي هو مستوطن إنجليزي، وبسبب حبهم هذا تعلن السلام بين المستوطنين والسكان الأصليين. حلوة مو؟ إيه؟ وسمرة مثلك. حبيت إيه، ماني هبتني هندية. حياة ميلاد سري اللي مليانة صراعات ويوم فوق ويوم جوة، شو كنت راح تعلنين بيها السلام؟ أنا عالنا السلام مع نفسي. في داخلي أكو سلام. ومتصالحة ويا نفسي. الراية البيضة شكرا راح ترفعيها بحياتك. أنا رفعتها من زمان، اللي ما يريد يقتنع لا يقتنع. أنا بالنسبة لي رفعتها من زمان. أنا ما عندي أي شيء ويا أي شخص بالحياة كلياتها. فلهذا مثالي. منتصف التسعينات بديتي مسيرتك الفنية من موديل بالكليبات إلى فنانة استعراضية وراقصة، بعدها دخلتي إلى التمثيل. شنو اللي جابك على هذا الوسط؟ شلون أول دخول صار؟ دخولي أول شيء كنت أشتغل موديل إعلان. لا هو أنا الكل يعرف شنو القصة، بس شلون إجتك فكرة إنه أنا أريد أدخل هذا المجال؟ أنت كنتي عايشة ويا أهلك؟ ما كانوا منفصلين؟ لا لا، والدي منفصل عن أمي، متوفي أصلاً والدي من زمان، من الثمانينات يعني. فهو والدي أساساً كان يغني بالإذاعة، بس أهله ما قبلوا يعني. ما قبلوا بأنه ما حد يعرف هذا الشيء. إي لا ما حد يعرف يعني، بس أهلي يعرفون يعني. فأهله ما قبلوا بأنه شلون أنت بالتلفزيون وإذاعة وإحنا عندنا عيب فشلون صارت عنده كسرة خطية أبوي، لأن كان كل شيء يحب يعني يغني صوته جميل جداً. بأي عمر توفى؟ بعمري يعني أنا كان عمري تقريبا 11 سنة 12 سنة يعني واعية زين. بس أنا كنت أحب أوصل يعني. يعني أنت من زمان ببالك فكرة إنه أني أتمرد على هاي المجتمع؟ أتمرد على المجتمع، لا هذا مو تمرد، بس أني حابة إنه أكون ممثلة، حابة أني أكون فتشي. أني سمعت إنه كنتوا عايشين ببيت عمتك فترة طويلة. صحيح، احنا عايشين ببيت عمتي. وبعدين والدتي كانت وياكم؟ لا لا، والدتي ارتبطت زواجها، والدتي تزوجت يعني. فاحنا كنا ببيت عمتي ويا والدي اصلا يعني. عشتوا مثل ايتام؟ واحنا فعلا عشنا بدار ايتام. عشتوا بدار ايتام؟ اي طبعا، انا واختي عشت بدار ايتام تقريبا للسادس اختي للرابع متوسط، وانا للسادس ابتدائي. انا طلعت ويا امي واختي طلعت ويا بيت عمي. والدتك ايش عافتكم هيك؟ ما هي متزوجه، هي مو عافتنا، لكن والدي خلاني حفاظا علينا يعني. قال ما اريدكم تروحون لا ويا امكم، والدي.
ولا تروحون لبيت أخوتي وخواتي. فخلانا بمدرسة داخلية ودرسنا بيها تعلمنا وشلنا عايشين يعني الحمد لله. بعد ما طلعتي وشفتي والدتك لأول مرة بعد كم سنة قطيعة شفتيها؟ يعني أنا وعيت على أمي عمري 12 سنة 13 استغربتيها؟ 87 لا مو استغربت بالعكس أنا كنت حابة بأنه أشوف الأم وحضن الأم فكنت متلهفة أطلع ويا أمي يعني. انصدمتي لو نفس ما توقعتي بصراحة؟ لا انصدمت. شلون؟ صدمت بهاي أشياء بس يعني شفت أمي يكفي بأنه شفت والدتي يعني وشفت أخوتي يعني عندي أخوة صغار من غير أبي. سامحتي الوالدة؟ ولازم تسامح الوالدة هذا مو نطاق رب العالمين يحاسب مو إحنا نحاسب. تعنفتي أنت وطفلة؟ طبعا أنا متعنفة لحد هاي اللحظة. شون؟ يعني وقحة وعنيفة وشرسة ومتمردة زوج والدتك كان أب بالنسبة لكم؟ لا ما يصير ما زوج الأب نادرا ما يطلع أب حقيقي نادرا ما يطلع أب حقيقي خاصة للبنية. كم سنة عشتي وياهم أنت ويا أمك وزوجها وإخوانك؟ يعني تقريبا 5 سنوات 6 وتزوجتهم. شون توصفيها هاي الخمس سنوات؟ ما أحبها. تأذيتي بها؟ نوعا ما بس أنا ما أحبها يعني وما أحب أذكرها. ممكن بعدها تزوجتي بعمر 15 سنة تقريبا 14 حبيتي لو شلون صار موضوع لا الزواج؟ لا والله هي الصدفة صارت يعني وأنا قبلت يعني يجوز كانت عندي مأساة أرد أهرب منها يجوز عندي كان موقف أرد أهرب منها فقبلت بأني هذا العمر يعني. ورا كم سنة انفصلتي من هذا الزواج؟ ماكو 3 سنين وأنا طلقت خليت محامي وطلقت. شوف ايش قد متمردة لعب طبعا بعد هذا الطلاق شنو وين رحتي؟ وين رحت عشت حياتي فتحت بيت لنفسي وحدك وبديتي بعمل الرقص بديت لا بديت اول شيء اعلانات واشتغلت اول اغنيه مع نشوان طلال الله يرحمه العازف بس ما انعرضت لانه هيثم يوسف ما قبل ها شنو اي لانه صوت نشوان جميل جدا جدا يعني غار منه مثلا مو غار منه لكن صوته ميال الهيثم ها فصوته رائع جدا واجمل من هيثم صراحه يعني فما قبل زين هاي كلها مشوار كوم والرقص الشرقي كوم ثاني احنا بعد مجتمعنا شكو يعني بدله رقص لا راقصه عدها هاي الصدمه من زمان لا هو ما عنده صدمه هو يشوف يفرح بس من يشوفه يقول لك ليش مو حرام اول مره اجاك عرض انه تشتغلين كراقصه شرقيه احكي لي شلون كان الكواليس هذا اليوم منين رحتي جبتي البدله انا اول شيء كان عندي عرض ازياء فكنت اعرض ازياء من خلال عرض العروض الازياء اللي كنت اشتغل بيها لان هي كانت خاصه عروض ازياء خاصه شنو يعني عروض ازياء خاصه يعني مو دور الازياء العراقيه يعني تجاريه نعم شنو من خلالها اسوي لوحات اللي احمد يوسف كان يدربني على اللوحات لوحة بالية، لوحة شرقي، لوحة خليجي فمن خلال هاي اللوحات شافتني اللي هي زهور نمنم اللي هي مي حاتم قالت لي أني متعهدة حفلات ترقصين؟ قلت لها إيه رأساً أي طبعاً لأنك تحب قلت لها إيه فتقول لي عضبطي أمورك وهذا الأسبوع عندنا أعراس بنادي العلوية وبنادي الفروسية عندنا خياطة يمنا رحت عليها قلت لها أريد بدلة ما أرقص كانت تقول تحكي الصدق قلت لها والله راح أنزل أرقص يعني كيف كيف لأنه استشاريتي أحد بهذا القرار؟ نعم لأن أنا كنت المعيلة الوحيدة لأهلي كنتي وحدك؟ إي لأنه أنا كنت أصرف على أهلي وأنا كنت أشتغل معمل أحذية نسائية بالمناسبة فمن إجاني جتني هيك عروض كيفت يعني بيها فلوس لبستيها أول مرة تذكرين شلون كانت؟ لونها نيلي أول بدلة كانت نيلية فكنت أحبها وكنت يعني فعلا أنا حابة الرقص بس كنت أستحي شوية يعني الصراحة يقولون شوية تستحي أي والله كنت ألبس شورت يعني من ألبس البدلة بالبداياتي كنت أسوي شورت داخلي كلش وألبسها يعني لحد ما شوية تعلمت يعني شلون يلبسون شلون كذا بس أنا عامة كنت أحب يعني أباوع خاصة سهير زكي أموت عليه
كنت يعني مهتمة بهذا المجال مو بس ماركتك؟ مهتمة من أنا كنت أدرس مهتمة. برأيك شو كنت رح تتغير نظرة المجتمع العراقي والشرقي على أنه الرقص مرتبط بالإغراء؟ ما تتغير ليش؟ مجتمع شرقي ما يتقبلها، ممكن يشوفها يخليها بموبايله ويشوفها ويتونس عليها بس قدام الناس ما مقتنع. هل الكبت الجنسي دور بهذا الشيء؟ احنا مجتمع مكبوت جنسيا يعتبر. من هو المكبوت؟ عيني وينكم مكبوت؟ ما يقدر يمارس حريته على العلن. لا ذاتك كلهم يمارسون، خاصة هذا الجيل. لا تقول لي علن، هو هذا السوشيال ميديا خلى بعد علن ومو علن؟ لا هذا 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 مو كلام حقيقي لأنه كبت جنسي. لا ما كبت جنسي. بوكاهانتس والرجال قصة معقدة جدا. مثل انتي همينة ويا الرجال يعني مد وجزر. أنا مو معقدة، بالعكس أنا علاقاتك معقدة. علاقاتي كلها زلم أكثر من النساء. لأنه علاقة النساء متعبة جدا. وما بيه حيل أدوخ راسي. فأصدقائي أكثر من صديقاتي. بحياة بوكاهانتس كان أكو رجلين. حبت واحد وتزوجت الآخر. أنت بحياتك حبت واحد وتزوجت الآخر. حبت زين الزوجة اللي حبته لو حبت؟ لا، حبت الثاني فتزوجت أكثر من الأول. إيه ممكن ممكن تتزوج الثاني أو الثالث وتحبه يعوضها عن الأول والثاني. أنت بحياتك ثلاث رجال حبيتي بهم أحد؟ زوجي الأول يعني ما أعتبره لأنه كنت طفلة ما أقول، وأني كنت أشتغل ومكافحة. حبيت واحد من عندهم وطلع هم وقفوا الثاني اللي هو الثاني. هواية كانت هاي العلاقة عليها خطوط حمراء. هو كان معروف بعلاقاته ويا الفنانات، ليش رضيتي تتزوجي؟ مو انا كنت احبه ثوله، مو اللي يحب يصير ثوله. فاني كنت احبه وهو كان متعهد لي بانه ما عنده علاقات، لكن اكتشفت عنده علاقات وطلت. هل تزوجك عن قناعه هو؟ اي عن قناعه. يعني حبك هو؟ هو يحبني. بعدها انت يحبني ويقول لي اني احبك، قال لي بس اني ما اقدر. أنا عندي هي هاي الفقرة بحياتي بأنه متعدد النساء. أنا ما أتصرف لي متعدد النساء. يعني حتى لو تحبني وأنا أحبكم كان يبكي همي. ليش رضيتي تكوني زوجة ثانية ومو مرة مرتين؟ وشني شبيه الزوجة الثانية؟ يعني خربت بيوت يقولون، ليش تخربين بيت؟ أنا عمري ما خربت بيت أحد. شلون إذا تكوني زوجة ثانية ما تخربين بيت أحد؟ ليش أخرب البيت؟ والرجال إذا هي مرته بها خير الأولى يطلع يدور الرجال مرة ثانية؟ لا جزء هو متعدد العلاقات مثل ما انت قلتي. لا تقبلين تكونين زوجة ثانية انت؟ مو شرط. انت تقبلين اخذ عليك شي مرة؟ لا ما اقبل. ما اقبل لانه انا زوجة ثانية، يعني شنو يقبل ياخذ علي زوجة ثالثة؟ انت اولى اخذ عليك ثانية؟ لا ما اقبل. اذا خربانة بيوت ما اقبل. اقول لك ليش؟ لان انا اذا اكون انا زوجة صالحة وموفرت له كل شيء ما من حقه يروح يتزوج علي. اذا انا اكون عاقر خليه يروح يتزوج علي، انا زوجة بيدي فعلى وشي خلي يقول لي أرد أروح أتزوج الثانية بس لا يتزوج وراي. صارت عندك شيء سالفة؟ لا ما تزوج أحد عليك؟ لا بس خيانات تعرضتي؟ خيانات تعرضت. وأنا اللي يخوني أقول له برا حياتي. زين الزواج والطلاق صار عندك مثل شرب المي لو بعده يخوف؟ لا خلص بعد أنا قفلت هاي الفقرة. ما تتزوجين بعد؟ لا وليش أتزوج؟ شو هيوفر لي الرجال؟ زين مؤخرا ميلاد سري تصدرتي عناوين المواقع كلها، ميلاد سري تفضح زوجها السري الأخير والطالبة بحقوقه الزوجية تجاهها، نزلتي اسمه ونزلتي كل شيء خصه، يعني هو ضابط اسمه صاد حاء جيم اختصار. فضيحة وشات وغلط فضيحة بينكم. فضيحة هو السبب بالفضيحة مو أنا، لأنه أنا حكيت وياه هواية وقلت له طلقني. ليش ما يطلقك؟ متمسك بيه حسب قوله يعني. متمسك لو حاطه مؤخر او ما يريد يطي حقوق؟ لا انا بالعكس، انا بالمناسبه انا من اتزوج رجل انا اتزوج رجل ما اتزوج مؤخر ومقدم. لانه حتى لو اخلي 100 مليون اذا يريد يبزعني اروح اتنازل عن ال 100 مليون واطلق. فهاي مال وحده هوايه دخله وحكوا هاي شنو المؤخر مالتك 5 ملايين يا مرخصه. الرجال مو بالمؤخر حبيبتي. ولا يلزم لا مؤخر ولا مقدم. اليوم الحالة الاجتماعية الميلاد سري شنو؟ متزوجة مطلقة؟ والله ما معلقة؟ معلقة.
بعدش معلقة؟ بعدني معلقة. إحنا والمحاكم أكو محاكم والكل العدة حق يأخذ. رفع دعوة أنتي؟ طبعا طبعا رفع دعوة. الألفاظ النابية بالشات اللي نشرتيها بينك وبينه والغلط والهاي، أنا ما غلطت. وأنتي إلك متابعين؟ إيه بس إلك متابعين أطفال. أنا ما غلطت أبدا، أنا ما تجاوزت عليه. هو كان متجاوز فالغلط ما يعبني، يعني غيبة إله. وأنا قلت له إذا ما تطلق راح أنزل. فهو كان يقول أنا نملى الماء ما يخاف من المطر. لا أوكي نزلت. عن حب زوجتي؟ لا. ليش عن زوجتي؟ سند. سند لو رتي تعتمدين عليه ماديا؟ اعتمد عليه ماديا؟ لا أنا ما اعتمد على الرجال ماديا، ما دام عندي شغل وأنا فارضة بأنه ما بطل من شغلي. لأن هي ما تعرف إن هي شنو الظروف أصلا. يبقى وياك ما يبقى وياك يموت. أكو ناس تقول ملا سريت الزواج حتى يدفعوا لها الإيجار ويطوها مصرف جيب. لا يابا أنا حكيتها باللقاء، أنا حكيتها باللقاء لقاء أنت شنو قناة شنو الرشيد. قالوا لي لعشق الزوج، قلت ما عم تدفع لي إيجار. صدق هيك شيء ولا لا؟ لا يابا لا. هو باوع، هو مو كل كل كلمة تنقال تتخلى بصمة على الحلق، خاصة الفنان. يعني إذا قال لك كلمة خلص انتهى. زين مر عليك رجل يعني نذل مثل ما نقول إنه يعني ضرج مثل ما نقول هيك شيء؟ أنا ما ضروني يعني بالعكس يعني. أنا أكو شغلة سمعتها أنت اليوم أكديها وأنفيها. أحد أزواجك ابتزج بفيديوهات وصور خاصة بينك وبينه. والله ما عندي الحمد لله والشكر لا صور خاصة ولا شيء، كله كذب. متأكدة؟ ولو أكو أنا أقول لك إيه. بس أنا هاي معلومة فنانة قلت لي إياها. فنانة؟ يعني شلون استبز يعني ماذا أفهم؟ يعني مصورك أنت وياه بفيديوهات وصور. لا 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 لا. من طلبتي بحقوقك؟ لا لا لا. قرر يطلعهم؟ أبدا لا والله ما صاير هيك شيء. أبدا أبدا يعني ما أقول لك حكي. وخلي ننزل. طيب إذا أكو خلي ننزل. لا لا ما أقول شيء. وإذا أكو شيء كان قلت لك إيه. يعني تعرفني ماكو داعي أكذب أصلا. بوكاهانتس اتهموها بالخيانة بعد محبة أحد من غير عرقها ومن المستوطنين. شنو أكبر خيانة تعرضتي لها بحياتك؟ هي مو شرط بأنه الرجل يخون المرأة مو شرط مع لا، لكن هو من يخونها في الكلام ويكذب عليها، هاي همين أكبر خيانة للمرأة. يعني أنا أعتبر عندي خيانة. من ما يكون صادق في بيته وصريح ومحافظ على بيته، هاي أكبر خيانة طبعا. نتاج زواجك الأول هو ابنك الوحيد. لا صار ليوثي. ليش؟ أنتوا بينكم مشاكل معروفة، أنت متبرية منه. أوكي تبريت منه لحتى يصير حتى يباوع على نفسه ويستعدل. زين أنا مو تبريت منه. أنت تدري أنا من قلت أنا متبرية من عنده أنا ردت هو يحس بروحه، بس أنا متابعته. أنا أعرف تحركاته، أنا أعرف شغله، أنا أعرف وين يروح ويجي. ابنك مواليد 92 اليوم دا ينجح، صار ملحن ودا يكتب أغاني. ليش مثل الغريب حتى من يعلق لك يعني مرة أحياناً على الفيسبوك؟ قبل شوي كان يحكي وياي. صدق؟ يعني إلا أقول له حبيبي وحياتي وبوساتي قدام العالم. شنو هاي؟ أنت قاسية، قاسية جداً. أنا قاسية لأنه الحياة علمتني قساوة، ما أريد أكون مهلهلة حتى أقول له إيه عافية ماما، حبيبي ماما، إيه صح ماما. بس أنت بشهادة هواية ما كنت أم مثالية لهذا الإبن. أنت أول شيء قعدتي من المدرسة متوسطة خلص؟ لا 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 لا. شنو لا لا لا؟ هاي منين جايب هذا الحكي؟ يلا احكي لي شو مخلص. لا اوقف اوقف انت قول لي منين جايب الحكي حتى انا اقول لك اي لو لا. انا كل الناس اللي بالوسط يحكون يقولون ظلمته يا الوسط ما يعرف حياتي الخاصه فما يتدخل بي. وضحي الحقيقه. ما يتدخل بي. اول شيء انا ابني ما بطلت من المدرسه. ابو بطل من المدرسه، واني وامي ووالدتي رجعناه 3 مرات من المدرسه لانه المدير جيراننا والخاطرنا يرجعه. هو بعدين عاف المدرسه. هو عاشم أبو يعني له. وأني أني واحدة من الناس قلت له روح كمل خارجي وأدخلك معهد فنون جميلة. بس أنت مو ما عندك شهادة وتعي خليني من معهد فنون جميلة. أنا ما بمشي بالواسطات ولا أحب لغة الواسطات. زين هو عاشمك لو يم أبوه؟ عاش مع الاثنين. كان عندك وقت إله؟ ليش ما عندي وقت؟ يعني أنت عاملة وما عندك أحد وياك بالبيت؟ ليش ما عندي أحد؟ أمي أنا عايشة ويا أمي بالبداية. عايشة ويا أمي ويا أخوتي. حالة حالهم. وكانوا يروحون اثنين وصلوا من المدرسة. شنو بعد أني قعدت من المدرسة؟ ما تحسين بذنب تجاهها؟ لا ما أحس بذنب لأن أنا ربيته صح، بس هو ما مشى صح. شو ما مشى صح؟ ما مشى صح.
اختياراته غلط بالحياة؟ اختياراته غلط بالحياة. بعدين هو جوز نشا ويا شباب يعني أكله وعقله. وانت على طول أقول له مو بكثرة العلاقات. ترى باكر الأب كلهم يعفوا. وفعلا صار بأنه كلهم أول أزمة كلهم عافوا. لكن هسه الحمد لله ده يشتغل. شان ليش ما أكيف بأنه يشتغل ويصير زين؟ لكن أنا عاقبت عقوبة صارمة حتى يصير آدمي ويصير رجال. طردتيه من البيت؟ طردته طبعا. ولليوم زين راح يعني أنت ابنك طلع من بيت وين يروح؟ ما فكرتي ما يروح بيت عمه، يروح بيت أصدقائه، يروح يدبر نفسه. هو ولد لو ينام على الرصيف ما عليه شيء. هو مو بنية آني وراح اتطردتها بالشارع وخايفين عليه. هذا ولد يعني يقدر يعيش بالحياة. إحنا نسوان عشنا بالحياة. بأزمتك مرة واحدة سأل عليك وإجاك مرة واحدة؟ لا 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 موجود. شافك مرة واحدة؟ جاني المسرح هاي هسه يعني ما صار لي أنا هسه توني إجيت وجاني للمسرح رسم طاب حلقك مرة واحدة مو؟ وشنو يعني مرة واحدة؟ يعني ابن يشوف أم عموما أنت حرة هاي علاقاتك الخاصة. خلي يشوفني مرة واحدة شنو يعني؟ ما تشتاقي له؟ وأقول لك هذا ما له علاقة مال أنا أشتاق له وأحضن. هو مو عمره سنتين هسه ما مليون سنة أدري بس ابنك هذا ولا ابني شنو يعني؟ يعني ابني لازم أخليه بحضني؟ ترى هذا مو منطق والله العظيم. لا أنا تطردي أطرده لأنه غلط. أنا ما أخلي غلط ببيتي أحد. حد أمي إذا تغلط أبغى أطلع برا. تعاركتي ويا قبل بالإيد؟ لا فلهذا طردته لأن مرت أصل المرحلة من المراحل بأنه أنا مد إيدي عليه هو زلمة. هو وصلتي مد إيدي عليك؟ لا أبدا. هو باوع هو إيش قصة صلف نبات أنا أقول له والتوقع وصلف يعني لكن ويا يتعامل غير شكل. هو على منو راح يطلع إذا مو وكح وصلف يعني؟ لا لا. يكون على غير حطالة. لا ابني ما عنده صلافتي. ابني أبد ما عنده صلافتي. تصور ابني يشرب جدارة بس ما يدخلها بالدم. أول وصلف كان دخلها بالدم وأنا عارف بيدخل. طبعا الله يوفقه هو اليوم ملحن مبدع وشاعر أيضا مبدع. قلت له الله يوفقك والله يسهل لك وأنا راح أخطب له بعد كم يوم. حلو. إيه. راح أصلين بيبي يعني. مو بمعنى بأنه أنا ما أحب ابني. لا. بس زين. كل واحدة عندها طريقة تربي ابنها. صحيح. طيب ليش ما خلفتي بعد؟ وش اللي بيهم؟ شجيبه للحياة هنا نشفون لا تعليم لا دراسة لا صخام لا عزلة يأخذ الشهادة ويذبها بالمنجار. حقيقة أجهضتي قبل؟ لا ما أجهضت. ما صار عندك حامل أبد؟ لا صار عندي من عماد وأنا أجهضت. صدق؟ ورا كم شهر؟ أول زواجنا صار عندي يعني. لا إيش قد كان عمر البيبي؟ شهرين. عز عليك لو اضطريتي؟ لا اضطريت لأنه عرفت بأنه عماد مو صاحب طويلة فحرام أجيبه للدنيا. قهرتي؟ إيه يعني حرام أجيب طفل همين أبوه ماكو وأثمر مطآني يعني بتربية وتعلمي لا صعبة. طيب ست ميلاد صديقة بوكهانتس كانت من الناس القلائل اللي تثق بيهم وتحبهم. انطيني شخص واحد اليوم صديقة حقيقية ممكن تثقين بها ثقة عمياء. والله عندي أربعة ما أتخلى عنهم. قولي. فما أقدر أقول لك واحدة منهم. قولي أربعتهم. أربعتهم. ماما مسولف. ما كيرا صحيح يمكن. ما كيرا إيه. سمر محمد. بيداء رشيد. أختي. يعني دول أربعة أنا ما أقدر أقول واحدة. دول الأربعة هم واحد. يعني صراحة. بالمقابل عدوات هواية كلش. لا بعد عدوات خلص صار عدواني شو أدري أنا ما عندي ويا. أكو 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 صديقات كانوا. والله أنا ما عندي إشكال ويا أي ممثل. متأكدة؟ والله العظيم ما عندي. سوسن شكري. ما عندي شيء وياها. صار إشكال بسيط بيني وبينها. وهسه نتحاشى وهي بتركيا ونتخابط. سوسن شكري طردتك من بيتها. طردتني؟ أي. لا هم كذب. عيني بعينك؟ والله عيني بعينك اي زين ما طردتك؟ يا ترى اني ما اكذب، اذا احد قايل لك اني اكذب اني ما اكذب. زين انت تعرفين شنو الاشاعه اللي منتشره بالخلاف اللي بينكم لو لا؟ لا ما اعرف. سبب الخلاف؟ لا. شنو الخلاف والله بيني وبينك؟ اذا انت مثل ما حابه. لا قول قول. يعني بالوسط يقولون انه انت يعني غدرتي بها غدره كلش قويه، وبوقت هي كانت محتاجتك بها. أنا سبعة أيام واقفة مادية بالفاتحة. موضوع مادي أنا سبعة أيام واقفة بالفاتحة مالت أبوها. حلو جيتي على الموضوع هي بفاتحة أبوها. زين طبعاً على شنو يعني شنو قصدهم؟ وشنو الخلاف اللي بينكم؟ ماكو قصد يعني الخلاف بيني وبينها شخصي. مو شيء. هي أمنتك أمانة وأنت خنتي الأمانة. لا لا ما عندي لا أمانة ولا أي شيء ولا أحد قال وإذا هي حاكية هذا لا هي ما حاكيته خلص.
فلا حد يبرر ولا حد يسوي مشكلة ويفتح موضوع هو أساساً لا إلى صحة ولا أي شيء، لا خلت أمانة ولا أنا نكرت أمانة ولا هي نكرت أمانة. علاقتي بسوسن طيبة جداً، لكن اختلفنا على أشياء بسيطة ورجعنا صديقات. ما أخذتي ذهبها؟ هيك يقولون بسم الله الرحمن يمه عمي أنا أبيع وأطل العالم أخذ ذهب وحدة. زين ليش بكتي زوج إسراء العبيدي؟ ها؟ ليش بكتي زوجها؟ يا مش السامع هيش أرد أقول إيه أرد أقولها هيش أنا مرة متزوجة شنو أبوك رجل وحدة؟ انت لا هذا ما مسموح. أنا بعدني مرة على ذمة رجال. هي خبرتك عاتبتك قالت لك ليش قاعدة ويا زوجي؟ هي إنسانة لا شيء بالوجود. أول شيء هو مو زوجها حتى تعاتبني على زوجها. مو زوجها؟ مو زوجها. أول شيء كنا صدق خبرتك ولا لا؟ شنو خبرتك؟ خبرتك أنت وعمان؟ أي أصلا إيش صار بينكم؟ ما صار بيناتنا حبيبي. أنا حتى رسائلها وفشارها وغلطها موجود عندي وأنا أقدر أرفع عليها حتى دعوة. ليش غلطت عليك؟ خطية مو عايفها الولد اللي كان قاعد بصفنا وأني ما أعرف أصلاً هي هذا كان عمر صاحبها وقاعد بصفنا اللي الصورة موجودة أني ونجلاء وعلي بدر زين لولا وولد اسمه عمر ومنو كان يعني ولد اسمه عدي زين هي ليش كونتك يعني عمر لأنه قاعد بصفي أني ما أعرفه فعلاً ما أعرفه سولفت لي عنه بس أني ما أعرفه الولد شو هذا رسل صار عليه نطاق هيجي وأنتي أخذتي مني وأني ساعدت بشنو ساعدتيني دادة؟ إن شاء الله تصرف علي وأني ما أدري. ما ساعدتك شيء بشيء؟ لا على شنو ساعدتني؟ شنو جابت لي فلوس؟ هذا رجلي وأني ما أدري شنو وأنتي أخذتي رجلي مني وأنتي من تكونين ورجلك من يكون؟ بس هي ما عندها أخلاق لو عندها أخلاق بتسوي هالشيء. طبعا وهي تشوف نفسها هي تشوف نفسها هيك عبالها كل الناس مثل اخلاقها مع الاسف يعني طبعا لها حق الرد اسراء فنيا ما لها حق الرد اسراء ومن تكون هي اسراء كت حول عليك كت ظهرتي فتره بها وجوه نسائيه قليله جدا يعني اللي تطلع تنجم بسرعه مبدئيا منو جيلك اللي طلعوا وياك كتمثيل اني والزهور ونجلاء ثلاث لغم السلطاني عايدة الغريب صبا يمكن صبا أقدم من عندنا. أقدم ليش هواية من نجمات جيلك سبقوك بخطوات هواية يعني فنيا مثلا من سبقني يعني زهور اليوم بطلة آلاء بطلة بطلة مو بطلة مطلقة لا بطلة يعني بالمسرح اليوم تاخذين بطولة مطلقة طبعا دائما سنيدة لهم لا مو سنيدة أنا بطلة مو سنيدة وحتى لو كنت سنيدة عندي جمهور رائع جدا منو أهم وحدة بجيلك؟ ماكو وحدة أهم لا أكو لا أنا بالنسبة لي ما أشوف أحد أهم كليتنا سواسية ما لي علاقة بالتنجم بالعافية عليها خلت تنجم بس كل وحدة عندها أسلوب تنجم بي اليوم إذا حطينا هرم أهم ثلاث نجمات بالعراق كنا نجمات يعني تسويقيا خلينا نقول كنا نجمات لا ما احدد نجمه حتى لا اظلم ولا اقلل من خاصيتها للنجمه كلهن نجمات وكلهن حبوبات وكلهن يعني الاغلبيه نجمات شباكم ضروري انه النجمه تكون الاكثر موهبه لو اكو مقومات اخرى لا هي الموهبه لا ماكو مقومات يعني اني اسمع انه وانا هم حاضر لك كذا عمل انه انت بتاكلين الجو بالمسرح يعني انت حتى الجمهور يتفاعل اكثر وحده وياك لكن حسب الشخصيه حبيبي هسه تطوق شخصيه اكو ممثله تقدر تاديها وشخصيه ممثله ما تقدر تاديها ما تقدر تسويها طيب كل وحده حسب شخصيتها بالمسرح 2008 غيرتي جلدك وقدمتي والله نزعت الجلد مات الحيه ولبست حيه ثانيه انا ما داحت شيء قدمتي مسرحيه الموت والعذراء بالمسرح الجاد وسويتي صدمه للممثلين مال مسرح الجاد خصوصا قالوا هاي اللي كنا مستقلين بيها والرقاصه اللي كانوا يشتغلون علي بنا هاي راقصه وما تقدر تأدي اعمال جاده وما تقدر تشتغل الجاد والتراجيدي والكذا طبيتي بعينهم طبيت لهم حطيتهم قنبله طلعت ثبتت وجودي صح وبعد شو اليوم يعني اسم بالمسرح الحمد الجاد لله. الان الحمد لله والشكر يعني اعمالي الجاده تشهد علي يعني طيب قبل الفاصل انت وايد حكيتي بهالموضوع
تجربة المرض هاي اللي يعني مستحيل إنه ما نحكي عنها اليوم. أنا أقول شنو علمتك هاي التجربة ككل؟ والله علمتني الصديق الحقيقي من الصديق المزيف، هذه أول شيء يعني. هو العلم للناس اللي ما يعرفون، أنت كان عندك سرطان الأذن الوسطى، كانسر بالأذن الوسطى، ومن سنة 2011 هو عندك. هو عندي قديم آني وراح يعني، بس مش أنت تعلنين وتحجم وعلنت في وقت ما يعني. مو فد إشكال يعني، هو أنا ما علنت في البداية. أول مرة عرفتي عندك المرض شو سويتي؟ وين رحتي؟ شلون درتي؟ سويت، رحت الدكتور وأخذنا خزعة يعني. لأن أول شيء قالوا شمع شمع شمع، ما كنت تسمعين بها شمع بعدين رحت على دكتور متخصص إحسان البياتي طبعا. أحسن دكتور كان بالعراق، وكانت جايها من السوسن اللي بوق الذهب حسب قولك، حسب قول الفنانين الزملاء. من هم الزملاء الفنانين؟ أقول شعور الهواء. تمام. رحت عليه كان يقول لي لازم أخذ له خزعة يعني. نمت في المستشفى وأخذ له خزعة وفعلا طلع، لأن أخذ لي ناظور قال لي هذا الناظور لازم أخذ لك إياه حتى أشوف، لأنه الجهة اليسرى نظيف، اليمنى نظيفة، واليسرى أكو مثل الكتلة. هاي الكتلة ما أقدر أحددها إلا أخذ خزعة منها. هي الورم كانت. الكشف المبكر هو اللي فادك إنه اليوم أنت بيناتنا، صحيح؟ طبعاً هو لازم على كل إنسان يسوي كشف عام كل 6 شهور أو سنة. أول أحد قلتي له أنا عندي كانسر منه كانت تذكرين؟ سوسن شكر كانت يعني. هي أول واحدة عرفت بعد ما طلعتوا يعني؟ عادي. أول أحد خابرتي، أول أحد قلتي له؟ أتذكر أختي يعني قلت لها، بس ما قلت لها بيتش موقف يعني. يعني كنت أنا كلش أخاف على أهلي من هاي الشغلات. فكنت من أرتحت وياهم على هذا الموضوع أضحك يعني. قلت لا تخافون ترى ماكو شيء، هو علاج واحد يروح ويرجع. شنو يخوف أكثر، نظرة الشماتة أو الاستعطاف اللي صارت لك بهاي الفترة؟ لا أكره نظرة الاستعطاف. والتنمر؟ التنمر مو بس علي، التنمر على أي فنانة موجودة. هسه التنمر على أي وحدة يشوفوها بالشارع لابسة قصير شوية بفتحة. جرحك؟ لا ما يهموني. يتنمر علي هذا هو مريض مو أنا. بس طبيعي أني فترة مرض محتاج الدفعة إيجابية. أنا إيجابية ألقى بتاعتك، أنا أكبر إيجابية بالحياة. فعلمني الدكتور وأنا تعلمت يعني الحمد لله والشكر بأنه تجاهل. أنا الدكتور على طول يقول لي تجاهل، صيري هندية. أقول له شلون أصير هندية؟ أنا بارود. يقول لي تجاهلي. ست ميلاد، هاي صدق شخصيتك يعني؟ لو أنت واصل قناعة أنه ما يهمني شيء وطز بالدنيا، لو دا تمثلين هذا الدور؟ أمثل شنو يعني؟ انه اني ما هامني شيء والناس حكي الناس ما يهمني وما تخافي من شيء وقويه. لا ما يهمني، ما يهمني فعلا. شلون وصلت لهالقناعه؟ اقتنعت بانه حكي الناس لا يوكل ولا يوكلني ولا راح يطيني ولا راح يغطيني ولا راح يستر علي. زين لولا هاي مجرد جذب الحكايه هنا يوم 6-7 وال6-7 تناقلت هذه هاي الاشاعات او حكايه مثل ما قالت، فخلي يحكي. هو لو عليه ضريبه كان ما حد حكى دادا. طيب. مثل ما سألنا بادا كلهم تشذب، لو عليها ضريبة ما حد يتشذب. والله العظيم. طيب. إحنا بقى على الحكي ترى ما حد يخلص. صح. والله ذاتك الزين ما يخلص والمو زين ما يخلص، فما نخلص من هاي الحدودة بأنه أني أرد أسقط فلان. أنزل أبسط حكاية منشور بالله. صح. قبل الفاصل أكثر فنان عتبتي عليه، انصدمتي أنه انتظرتي يسأل عليك وما ما سوى هيك، انتظرتي منه أكثر بصراحة. فنان؟ أي. ما عندي، لأن كنت أني أعرفهم مو كانوا يتصلون بي يخابروني يعني. أحد انتظرتي منه أكثر؟ ما أعتب على فنان يعني ما خابرني. أقول لك ليش؟ لأن كل إنسان وظرفه يعني. أنا ما أجبر فلانة أو فلان أو فلان يشيل تليفون يسأل على ميلاد، لأن يعرفون مواقف ميلاد، واللي ما سأل الله حظ. طيب ناخذ فاصل أول ونرجع نكمل حوارنا ويا ست ميلاد سري. فاصل وراجعكم. كل الهلا بيكم بشقق كنجان لايف أربيل، موقع مميز على شارع 150، أماكن رياضية وألعاب للأطفال، مسابح مغلقة ومفتوحة إلك ولعائلتك. أنت وعائلتك تنور بيتك بتصاميم حلوة ومختلفة لكل أفراد العائلة. جراج مجاني وصالة ألعاب رياضية وحمام تركي وساونا مثل ما تريد أنت. محلات تجارية وسوبر ماركت يلبي كل احتياجاتك. سلسلة مطاعم كلها بمكان واحد. اتصل على الرقم المباشر 6646. شقق كنجان لايف، بيتك هذا.
رجعنا لكم الفاصل للجزء الثاني من حلقتنا ويا ست ميلاد سري الجريئة جدا جدا جدا. قبل الفاصل دا أقول يا ريت كل الضيوف ما يهمهم ويحكون كل شيء. ما عندي شيء أخاف من عندي على شنو يعني. طيب جدة بوكاهانتس كانت تتصور بشجرة، شجرة عملاقة ومتكلمة، كانت تنصحها وتنطيها الحكمة بحياتها، وقالت لها مرة من المرات أنه اسمعي صوت قلبك. منو تستمدين منها الحكمة بحياتك أو من عند الحكمة؟ سمر. سمر وماما مسؤولة فهواي أستمد منهم، لابد أستشيغ بهواي شغلة. وإذا أصير عصبية هم يهدوني. إن أصير متمردة حتى على روحي هم يهدوني يعني. هم يهدوك يعني يطوش بريك. وأختي وكذلك وبيداء وكذلك يعني. صراحة أنا عندي أربعة بحياتي ما أستغنى عنهم، لأنه حتى في عز غضبي هم وياي، في عز غلطي هم وياي. شو كنت خانك ذكائك؟ ما تصرفتي صح؟ هواي والله. بعض الأحيان هواي يخوني ذكائي. عابها الذكاء. طيب بوكاهانتس الهندية اللي من السكان الأصليين حبت جون سميث اللي هو من المستوطنين الإنجليز، رغم كل الاختلافات باللون وبالعرق وكل شيء. الحب حبته غير حبته، من على الأب والحب. الحب انتصر بالأخير. إيه الحب يعني حبته هي باوع اللي يحب يتغاضى عن كل شيء، يقول ما يشوف ما يشوف خطأه، ما يشوف كل شيء ما يشوف. المهم ما نحب الحب أعمى يعني من صدق. مثل ما الحب أعمى من عابها الحب الأعمى اللي وقع هواي ناس. ممكن برأيك إنه الحب يتحدى كل هاي الاختلافات؟ أي يتحدى طبعا، الحب شيء عظيم. بعدش مؤمنة به؟ طبعا رغم كل اللي شفتي؟ ما له علاقة، إحنا الحب بداخلنا، داخل كل إنسان عنده مشاعر وعنده أحاسيس وعنده حب للناس وعنده بس هو حب، حب شيء عظيم. شنو يعني؟ جون سميث خير بوكاهانتس بين إنه تروح وياه الإنجلترا والمدينة والعالم هذا الجديد أو تظل بوطنها، وهي اختارت وطنها وأرضها اللي تعلقت بهم. الحياة خلتك بهيتش خيارات صعبة، يا أبيض يا أسود؟ ما حد يخيرني أنا. ممكن الحياة تخيرنا. لا بس أنا مستحيل أختار رجل من غير عالم أو من غير دولة وأطلع أهاجر أعود بلدي. هاي مسألة. أنت عندك هومسك مو؟ لا مو عندي هومسك، بس ما أحب. ليش ما عشتي برا؟ ما أقدر أعيش برا لأنه ناسي وأهل أحبهم موجودين هنا، مستحيل أقدر أعرفهم يعني. أنا رغم جوز صغري كان مؤلم، وضعي كان مؤلم، حياتي كانت مؤلمة وقاسية، لكن أحبها. أحب قساوتها، علمتني الحياة هي شنو، علمتني القساوة، علمتني التحدي هو شنو. مو بسهولة أني أعرف كل شيء وأطلع. عندك انفصام بالشخصية؟ لا أبدا، بس مخابلة. هو هذا قصدي، دائما الممثل خصوصا القوي يعني. لا ما عندي، ما عندي الحمد لله انفصام بالشخصيه، بس انا اقول لك مو انت تأدين هواي ادوار وهاي، فيقولون الممثل لا. يكون عنده انفصام نوعا ما. لا يابا شنو السالفه، اذا عندنا انفصام يعني كنا مخابير. مو هو يقولون نروح للشماعيه كلنا. يقولون الفنانين اغلبهم خابير. شوفوا بيها على مود ما نتحاسب على شيء، هو المخمر ما يتحاسب. عيني داده داده شلتي. طيب ست ميلاد، ننتقل للفقرة القادمة، فقرة أسئلة أسطورية. عندي طبعا بعدنا هواية. شربي أوكي، أسئلة سريعة أريد جوابك عليها يكون صريح ومباشر. دورك بمسلسل دار ودور اللي يعتبر دور عمرك تلفزيونيا، كنت بيه بديلة النغم السلطاني. لا غلط. كنت ترشيح أول؟ طيب شنو موضوع حبوب الإسهال اللي تخليها الممثلين بالمسرحية؟ هاش تصويها مقالب يعني. مقالب بهواية يعني فنانية كنت أسويها بالكواليس. من واحد يضوجني أو يعني كنت صغيرة يعني بداياتي، أو واحد يعيط بي أقول له انتظرني فأجيب له ثاني يوم حباية وأخلي لها. طيب الريسان كان الله يرحمه كنت أسويها بي. الله يرحمه ريسان مطر. طيب من السر ناكرة للجميل، بعد ما رفضت العمل ويا مكتشفك مسرحيا المخرج حسين علي صالح، وين أكويش في المندي؟ ما عرض عليك مؤخراً عمل ورفضتيه؟ لا. بعدين حسين علي صالح هو بداياتي، شلون أنكر يعني؟ أو احتمال يقدم لي عمل بس أنا ما عجبتني الشخصية اللي موجودة بي، هذا مو نكران جميل. بس صارت؟ لا ما صارت، أنا اشتغلت وياهم عمل بس سافرت، عفت العمل وطلعت لأنه عندي علاج. طيب. ما كملت وياهم يعني. ماكو مثلنا؟ شنو كان؟ ماكو مثلنا، اشتغلت وياهم أنا. أي. أصلاً هو ما عرض العمل. ما عرض.
طيب شنو سبب عدم كتابة اسمك بتايتل مسلسل ساعة الصفر؟ إيه نسوا والله. نسوا؟ إيه والله. ممكن واحد ينسى اسم؟ إيه والله أنا خبرت وقالوا لي نسى الاسم. بالعين ما بطول. أكو عمل ما راضي على ترتيب اسمك بيه لو ما يهمك هالموضوع؟ ما أنا ما أبغى على ترتيب الأسماء. أنا أحب المشاهد يتابعني ويحبني بالمسلسل وينتظرني. ما يهمني إذا كان الاسم أول وبالأخير. ما يهمني أنا هذا الشيء. طيب أداء هند وإيناس طالب أكل ميلاد سري بمسلسل الفندق. أكلوش بالتمثيل. ضعتي. ما حد يأكلني أنا. راضي على أدائك بالمسلسل؟ كل واحد يعني راضي على ذلك. أنا أرضى على كل شغلي. تبقى المشاهد يعني حب شخصية هند، حب شخصية ميلاد، حب شخصية إيناس. شو مثلتي وأنت حيل كنتي مريضة يعني بأحلك؟ بالعكس حبيت أشتغل يعني اشتغلت يعني. وبعدين حسن حسني شكرا إله يعني هو كان رايدني بهاي الهيئة. قال أنا اشتريدك على هذه الهيئة. يعني فقلت له أنت ترى تعبانة. قال لي ما يخالف أنا أريدك هيك. هذه الهيئة والشكل أنا أريده. شو كنت أكثر مرة بكيتي بيها؟ يعني مو كل الأوقات أبكي لكن أكثر مرة. بعمان بكيت هواي. مؤخرا؟ ليش؟ يعني حسيت في لحظة أني ضعيفة بس بعدين قلت لا. خفتي من الموت؟ لا موت حق. لا ما شنو خفتي؟ ما أخاف من الموت أبدا. بس أخاف من الكسران والخذلان يعني. إنما من الموت لا الموت حق علينا. أنا أتوقع هسه أطلع من أنا أموت. يعني كنا نموت. الدنيا ممكن تودينا بهواية دوامات يا نطلع من عندها يا نغوص بيها ونغرق. لا لا تغرق اطلع. تحدى كل شيء. شنو الدوامات اللي رحتي بيها انت؟ كنتي راح توقعين بيها؟ ما اوقع. اقول لك ليش ما اوقع؟ لانه انا مو من النوع اللي متسرع افوت بشغله انا ما دارستها او ما مفكره بيها. فعلى مود لا اوقع لازم انا اكون حذر بالخطوات. دوامه التعاطي والمخدرات وهذا بدلني. صرتي بمجتمعات بيها هذا الشيء؟ يجوز من كنت صغيرة أنا كنت ساكنة في منطقة السعدون كانت فيها يعني بيها المخدرات وبيها الشم وبيها كل شيء بس ما جربناها إحنا. حوطتي نفسك من هذا؟ لا لا إحنا ما جر لا الحمد لله لا أنا لا أهلي لا أخوتي بالعلم البيت اللي كنا ساكنين بيه بالسعدون إحنا أو يسموها ساعة النصر كانت كلها مسيح طبعاً وكان في نفس الوقت البيت اللي بصفنا يسوون هذا العرق الفل. اي والله. بس ما تجرأنا يعني هيك اشياء ومعطيات لا. طيب من السري مقاطعه من قبل اخوانها؟ انا مقاطعه مو هم. انت مقاطعتهم؟ اي مقاطعه. ليش؟ احسن اشتري راحت بالك. فتره ما رضيت ساعدوك؟ لا هو لهذا السبب أنا مو لأنه ما ساعدوني بس لأنه ما شالوا تليفون. حتى تليفون؟ إيه فما شالوا. ليش؟ مو ليش؟ مو هسه من 2018 مو هسه. أوكي بس ليش ليش؟ طبعاً عندي أخوة. هل لأنه فنانة وهيك؟ لا 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 بالعكس يعني هم ما مستعرين بأنه أنا فنان. لا واحد بمصر ملتهي بروحه هذا يريدنا إحنا نصرف عليه فهذا منتهي من عنده. والاثنين هنا يعني عندهم بيوت وجهال وملتهين بس لكن المفروض كان يشيل يعني اخويا مو ما شال تليفون علي شال مره مرتين حال قريب حال الغريب يعني فاني حسيتها قلت هذا اخويا يعني مو حال الغريب مفروض يتعنى لي يجيني مره مرتين محتاج شيء تردي شيء. ايش قد كلف علاجك كله ويا سكنك وكل شيء بعمان؟ تقريبا بالاربع دفاتر وكسور يعني. سمعت انه لأنني حسبت بس السكن اللي سكنته سنه كامله بعمان مع الاكل والشرب مع عدا يعني العلاج والمستشفيات والمصروفات تقريبا ب 13-14 ألف دولار. من تكفل بهاي الفلوس؟ يعني بعض الاصدقاء تكفلها يعني الناس الطيبه تكفلها ما يحبون يذكرون. واني بعت غراض بيتي بعت سيارتي بعت ذهبي. الدوله ما دخلت باي شيء؟ لا الدوله ولا زوجي. لا الدوله وينكم؟ يعني قمت قتيبة جبور دزيت له رسالة وما جاوبني يعني. طلبتي تقابلين الكاظمي بفترة من الفترات شنو اللي والله صار؟ والله كتبت بس ما عرفت اقابله يعني صراحة شو يسوي يعني الكاظمي؟ يعني أنا بعيدة عن السياسة يعني صراحة وأنا أعرف كل السياسيين وأعرف دواخلهم فلهذا ما طلبت شيء من السياسة وإذا طلبته فهو ما جاوب أصلا يعني. زين قلتي إنه ممكن ترجعين تظهرين موديل ويا الفنان كاظم الساهر بكليب
ويا شكو بيها بس ترفضين انه تظهرين ويا ماجد المهندس؟ لا لا ما ليش؟ ما قلت هيك قلتي؟ لا 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 بلقاء سابق؟ لا لا مو لقاء تقاري غلط. قلت اني احب القيصر لكن انسانيه ماجد المهندس طغت على القيصر. لا هي السلا ساعدتك شيء غيرتي اقوالك؟ لا مو لانه ساعدني ماجد المهندس لكن هاي فعلا حقيقه. ماجد المهندس مو بس اللي ساعدني، انا بدي احكي لك هاي 2018 من ساعدني ماجد المهندس وانا ما اعرفه زين ولا لكن انا لاحظت لانه ويا اكثر ما حد عنده موقف بحسب بعض الناس اللي اني اعرفهم مقربين الي من الوسط قالوا احنا حكينا ويا كاظم بس كاظم ما جاوبنا. موضوعك مو بس موضوعي، موضوع هواي ناس وتطرقناها على هواي ناس بعمان بانه يساعدهم بس ما جاوبنا. فلهذا قلت وماجد المهندس وحاتم العراقي لهم افضال على هواي ناس. فلهذا انا قلت من جابوا طارق كاظم وماجد قلت انا احب الكاظم احب القيصر بس تعجبك انسانيه ماجد لكن اكثر انسانيه ماجد المهندس طغت على القيصر. هذا اللي قلته. طيب ننتقل للفقرات وفعلا يعني يعني ما دا اكذب ما نافقت انسانيه ماجد المهندس طغت على القيصر طبعا. اوكي تحياتنا لهم الاثنين. هم ننتقل الفقرات بين صفحتين. تحياتنا ماجد. راح اخيرك من خيارين ايه واختاري لي واحد. شو تضحكين؟ ما حكيت لان قلت تحياتي لماجد. ها وذاك لا هو انا احب اسمع القيصر ما احب اسمعه يعني فنان رائع كنا نحبه. طيب عمل مع حسن حسني او جمال عبد جاسم؟ الاثنين حلوين والله. واحد لازم والله واثنينهم اشتغلت وياهم طبعا وتي برستي وياهم بس منو اكثر؟ بمعنى اني اكثر اشتغلت ويا جمال عبد جاسم اي يعني اغلب اعمالي ويا جمال. حسن حسني عمل واحد يمكن واحب جمال. منو اللي اكثر تحبين تتعاملين؟ حلوين اثنينهم والله. اثنينهم ما اقدر اقول لا يعني اثنيناتهم راقين جدا بالتعامل. اثنيناتهم راقين. زين تحكي. ما شفت اثنيناتهم اثنيناتهم ما شفت واحد بيهم صار عصبي. لا جمال ولا حسن. يعني هسه بتجي تقارن اقول لك اي والله هذا شويه عنده عصبيه. بس اثنيناتهم اشتغلت وياهم ما حسيت هذا ال اكو كيمياء بينكم. اجور المسرح اكثر لو التلفزيون؟ لا المسرح اذا استمر يعني انا اقول لك مثلا فسنه سنتين يعني يطلع أجورة. مسلسل؟ بس هي اجوره بس هي اجور المسرح اكثر من التلفزيون. طبعًا. يعني انا ممكن اشتغلني عمل جزء اخذ به مثلا 8000 9000 دولار بس من اشتغلني عمل مسرحي وانا اخذ 3 ملايين 4 ملايين انا اذا مشى 6 اشهر انا ما اخذت 9 ملايين. صحيح. الرقص والتمثيل فلوسه اكثر؟ لا الرقص اكثر. يعني لان هو الرقص كان قد كان سعر النمره مالتك؟ حسب على النمره يعني. اي زين فاني بذاك الوقت كنت اخذ 500 دولار. لكن الوقت اللي كنت ارقص به كنت تاخذ 500 دولار. كانت تحكي؟ كانت تحكي يعني. فال 500 دولار مو قليل. سويتي شيء؟ على الساعة. سويتي شيء بحياتك؟ شو اسوي؟ يعني ضمنتي شيء؟ سويتي ظهر انت بدك تشتغلين مهنة صعبة؟ لا والله انا كنت متكفلة باهلي يعني ذولا اهلي كانوا عندي اهم شيء بالحياة. يعني فما ما قدرت اسوي شيء لنفسي. ندمتي انه اعتزلتي مجال الرقص؟ لا لا. ليش ندمت؟ بس اكو يعني سدينه مثلا العربيات بعدهم لا لا. يرقصون ويغنوا لانه اني كنت اعرف نفسي بانه اني ما راح اكمل لان انا كانت طموحي اكبر. كنت ارد اوصل يعني فنانه وممثله مشهوره ومعروفه اوكي ارقص شنو يعني؟ بس انا كان طموحي اكثر ومن بطلت لا بالعكس هسه اني انا بس تجيني اعمال بها رقص ارقص تجيني مسرح بها رقص ارقص. ظلت على نظرة انه اي هاي راقصات دي يجيبونا يا بل دخل الظل صارت لو لا خل الظل لا كفنانين فنانين لا لا, لا. ان شاء الله هاي يعني بس صارت فتره من فتره بدايات هي بدايات طبعا يقولون راقصات انا اكو موقف راح اموت ونحكي اللي حكيتي لي قبل الحلقه يلا شنو يا موقف بعد جرأة الفنانه اللي قتلتيها على المسرح لا لا بدون ما نذكر من هي لا بدون ما نذكر اي بس ايش قالت لك ليش قتلتيها؟ هاي بدله الرقص مالتك حبيبتي لا تجين بها بعد هنا على المسرح هو المشهد مالتي رقص يعني انا عندي مشهد انا وجهت الجبوري بقعه انا ارقص على الف ليله وليله ليش ارقص تشيز بدله رقص شو لابسه؟ اي شفت بدله رقص بس لابسه جواها في زون وبدي يعني يعني مو مفتوح هي كانت بطله العمل هسه يا بدات يا بطله هسه بطله بعدها بطله بنت البطله شو اسوي لها يعني شو رايك بمسلسلها الاخير؟ ما بوعته والله سخيف حش السالفه ماكو هيك ما حبيتها اي والله ما حبيتها قتلتيها لانه هيك قالت لك؟ اي والله سحلتها سحلتيها؟ اي والله
العافية عليك. فنانة كبيرة هي. يابا شو العلاقة؟ لا تتجاوز علي. وإذا فنانة كبيرة يعني الفنان الكبير يتجاوز؟ المفروض الفنان الكبير يحترم. وإذا أكو فنانة صغيرة جاية هسه مبتدئة أتعلمها بأسلوب جميل. يعني إحنا هواي عندنا فنانين من يقعدون يحكون ويانا ما يقللون من قيمتنا. فما أني ما أقبل ما أسمح الأكبر إنسان والأكبر فنان يقلل من قيمتي. ما مسموح. طيب ننتقل للفقرة الأخيرة فقرة المرايا السحرية. بعد لا أنسحل بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم للفقرة الأخيرة من كان يا مكان اليوم ويا النجمة ميلاد سري في سالف العصر والزمان. حكايتك تشبه القصة الخيالية مو؟ والله أنا كلي خيالية. تحبين نفسك؟ أموت عليها. تحبين شكلك؟ كلش. خسارة الوزن الأخيرة اللي بسبب المرض حبتها عليك لو لا؟ حبيتها لأنه لازم الناس تتعلم عليها. يعني جمهورك ما حابيها؟ جمهوري يعني تعلموا علي أني دبدوبه يعني والوجه دبدوب يعني فترجع إن شاء الله. بس ولو أني ما حابة أرجع ذاك الوزن يعني. أي يعني حابة أكون على شكد وزنك هسه؟ هسه وزني 54. يعني راد لي أنا أقول لك 60 أوكي حلو. أكثر شيء حابة تغيريه بشكلك شنو؟ كل شيء ما غير خلقت الله تخبط. ما مسوية ولا أبرة ولا عملية؟ ولا أبد. يعني مبين شكلي ما خلى أبرة بشرفة. لا مبينة بصراحة مبينة طبيعية. لا ما وما أخليها حاليا يعني ما حابة يعني. أكثر شيء ندمانة إنه سويتيه لوك معين ستايل معين ندمانة إنه سويتيه بشكلك ملاقلك؟ كل شيء أحب بحياتي وكل شيء أحب بشكلي وكل شيء أحب ميلا سري. شعرك شلون ثخن؟ ثخن من الإشعاع والكيمياوي فعادي يعني. يعني زين طلعت بشيء مفيد. اللي ياخذ كيمياوي او اشعاع يتساقط شعره بكثافه وبعدين يرجع اكثر. لو قلت لك هاي المرايه توديك العالم ثاني، الزمن ثاني، الوقت انت حابه ترجعي له مثلا، وين ترجعين بالزمن؟ ارجع للثمانينات. ايش معنى؟ طفولتي اللي خسرتها ما عشت حياه طفوليه. فحابه ارجع يعني متشاغبه، اركب مطار، أتعارك ويا الولد، ألعب دعبول. ميلاد أقسى شيء بطفولتك شنو كان؟ أقسى مشهد ما تقدرين تنسي. مو أقسى، إنما متعب بأنه أنا ما عشت الطفولة الحقيقية. يعني أريد موقف واحد ما يغيب عن ذاكرتك. إحنا مرات أكو شغلات إحنا وأطفال تظل. أظل بأنه من قالوا لي أبوك توفى وأنا ظليت بس ساكتة. منو قال لك؟ يعني بوقتها ببيت عمي قالوا لي بعد موته بشهرين أو ثلاثة. كنتي بالميتم لو طالعة يم؟ لا لا كنت بالميتم. بس أنا هذا الموقف ما يروح من دماغي لأنه لا أنا بشيت ولا أنا صيحت فظليت بس ساكتة. نزلتي صورته قبل كم يوم؟ أي أنا على طول أنزل صورته. تشتاقي له؟ أحبه أي أشتاق له هواية. نزلي المراية. هلا. شو تقولي لوالدك؟ أقول له الله يرحمك وعاشت إيدك على هالخلطة الحلوة اللي خلطتني أنا. صدق تخبلي؟ إيه لأنه أنا طالع عليه. طالع متمرد عليه وطيب هو. متمرد لكن طيب. ما أذى عمره بحياته وأنا عمري ما أذيت أحد بشر ولا أحب أذي بشر. فوالدي كان هيك. صحيح. نهاية حكايتنا شنو تسمين كتابك؟ كتاب مفتوح. ما عندك أي أسرار؟ لا ينغلق. أكو أسرار بحياتك عموماً؟ ما عندي أسرار بحياتي ولا أحبك تكون أسرار بحياتي. كل شيء مكشوف. كل شيء علني. كانت رنا أحمد تسميني ميلاد علني ما تسميني ميلاد سري. شلون رنا أحمد؟ زينة عايشة بربيل. فأنا أحب أكون اللي عجبه أهلا وسهلا وما يعجبه الله محمد وعليا واللي عجبه باوع ميلاد أهلا وسهلا وما يعجبه خلي يقلب الشاشة. نورتيني. نورك. كان حلو الحوار؟ والله حلو. انت مادة دسمة هواي عندك مواضيع وهواي عندك شغلات. لا والله ما عندي حلقات. شغلات انا ما عندي شغلات بس اكو ناس هاي التطفلات ويدخلون علي ومثل هاي شغلة البنية خطية اسراء. فاني مو ضدها والله اني كلش احبها وجدتي فترة من الفترات يعني حتى اقول لها انت مثل اختي الصغيرة او مثل بنتي. لا هي ما تحبك شراد نصالحكم احنا وانطيها هواي نصائح بس هي ما تاخذ نصيحة بس اني فاجأتني من نزلة الصورة يعني هو قاعد يمي والله اني ما اعرفه وهذا اذان ده يقرا هسه زين وبعدين اني مو من هذا النوع بعدين اني مره من زوجي ما من حقي اباوع على رجل ما دام اني اكون انا اقول لك لو منفصله يجوز بس اني اباوع على رجل صديقتي
لا مسامع المستحيلات. إذا كان صاحب صديقتي ما بوع عليه، مو رجلها. طبعا إن شاء الله نصالحكم عن قريب. ما رسولة خلينا هيك حلوين. نورتيني. نورك. كلمة أخيرة. صار عاق ولا تسأل أسئلة مجرحة بعد حباب، ترى كتلوك وايد. لا أنا حباب صدقيني. سألتك يوم شيء مزعج؟ والبرنامج الثاني من السوي دز علي أول وحدة، بس اعطيني أول شيء البرنامج، قل لي الفقرة مالته حتى تدللين. حبيبتي شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا جزيلا لمتابعتكم في حلقة اليوم من كان يا مكان، وانتظرونا الأسبوع القادم بصفحة جديدة وضيف جديد. تصبحون على ألف خير. هذا البرنامج برعاية شقق كنجان لايف في أربيل.